فيما يخص الحاكم جاموح، لحد الساعة هو أحسن حاكم على الساحة الوطنية، الذي أدار معظم المقابلات القوية، حكم ذو خبرة متواضعة لحد الآن، لأن هذه السنة هي أول سنة في المحترف الأول. لحد الساعة أدار بالنسبة لمرحلة الذهاب 14 مقابلة، وين أدارها بامتياز من كل النواحي، شخصية قوية، قراءة جيدة للعب، العلاقات الانضباطية وخاصة السانكسيون في المستوى. لحد الساعة الحكم يوجد الإجماع على الساحة الوطنية كأنه أحسن حكم، مع حكام آخرين، لحد الساعة هو أحسن حكم في المحترف الأول لهذه السنة. رغم شبابه السن، ما عندوش هذاك الكومبلكس، يعني قوة الشخصية تاعو مع اللاعبين ذو خبرة كبيرة، ما يحكمش افيك ان هانديكاب بارابور للاعبين الكبار، عنده قوة شخصية قوية، وخاصة لياقة بدنية أكثر من الممتازة. وهذه الظروف والقراءة جيدة لكرة القدم، هذه العوامل هذه تسمح له لإدارة المقابلات، خاصة طريقة التعامل راح يكتسبها مع الوقت، الخبرة تاعو، طريقة التعامل مع اللاعبين وصرامته في اتخاذ القرارات سمحت له يكون من بين أحسن الحكام لحد الساعة. أنا بالنسبة لي مفاتيح المقابلة بالنسبة للحكم هي في غرفة تغيير الملابس عند انطلاق المقابلة، يعني قبل المقابلة تكون عنده تواصل مع اللاعبين وين يتكلم معهم، وعنده 15 دقيقة الأولى يعني وين يكون يفرض الشخصية تاعه والمعاملة تاعه مع اللاعبين، خاصة لازم تانيك 22 لاعب يعطوا له الفرصة باش يوري بالقدرات تاعه الشخصية والتحكيمية.